من المعروف أن عقد الزواج لا يحتاج إلى رجل دين، هو عقد من العقود الرضائية الذي يتم يعني بالألفاظ المعروفة بين الرجل والمرأة، وبالتالي رجل الدين هو يعني عنصر يعتقد المجتمع أنه فاعل في إطار كونه متخصص في العلوم الشرعية. لذا في الحقيقة هو ليس جزءا من المشكلة في تصوري. بما أنه حددنا الإشكالية هي إشكالية في سوء التطبيق، إذا نحتاج إلى آليات في إطار التطبيق لا في إطار التشريع. من الناحية التشريعية المشرع العراقي هو منسجم مع كل التشريعات العالمية. الآن دول العالم المتمدن والمتقدم في يعني حسب اطلاعي وكوني مختص في الجانب القانوني، أعتقد أن المشرع العراقي لم يخرج عن هذا الإطار ولم يكن نشازا في هذا الإطار، فالتشريعات البعض من عدها أسبق من هذا السن، والبعض الآخر كما في فرنسا مثلا سن 21 مثلا، وتوجد دول أخرى تصل إلى 25 سنة. هسه اليوم دكتور حتى أرجع لستريزان بدي أكمل وياك بس فكرة واحدة. اليوم القانون، قانون العقوبات، يفرض عقوبة بحق من يزوج بنته بأقل من عمر 15 سنة خارج المحكمة. العقوبة تتراوح من 6 أشهر إلى غرامة مالية قد تصل من 200 ألف إلى مليون بكلمة واحدة. هل هذا كافي أن واحد يزوج بنته وما مسجل بالمحكمة، سيتزوجها برا، الدولة تأخذ منه مليون دينار؟ هل هذا كافي من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أن الحل في كلمة تتكون من 3 حروف وهي الوعي. أزمة الوعي اليوم اللي يعيشها المجتمع العراقي بسبب الإرهاصات المتعددة والمتنوعة في جوانب الحياة المختلفة انعكست على الجانب الأسري، وهذا الملف في الحقيقة هو ليس يعني بمنأى عن الارتدادات السلبية للواقع العراقي.